فقد عقد الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية يوم الخميس الماضي اجتماعا طال انتظاره بمدينتي رام الله وبيروت بشكل متزامن، وناقشوا فيه التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية. واتفق قادة الفصائل خلال الاجتماع على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني للتصدي لكل التحديات والمؤامرات التي تسعى لتصفية القضية، وخاصة صفقة القرن وخطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من أراضي الضفة الغربية والتطبيع العربي مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. كما اتفقوا على إنشاء قيادة وطنية ميدانية تمثل جميع الفصائل بغرض قيادة المقاومة الشعبية والنضال الفلسطيني في المرحلة القادمة. ونص البيان الختامي للاجتماع على ضرورة تشكيل لجنة تقدم رؤية استراتيجية خلال 5 أسابيع لتحقيق إنهاء الانقسام. وقد لقي انعقاد الاجتماع وما تمخض عنه من قرارات ارتياحا فلسطينيا واسعا، ولكنه اتسم بالحذر بسبب تجارب سابقة لم تتمكن فيها القيادة الفلسطينية من مغادرة مربع الخطابات والوعود والقرارات إلى التطبيق العملي للاتفاقيات التي تعزز الوحدة الوطنية وتحقق الشراكة السياسية التي تمكن الشعب الفلسطيني من مواجهة كل التحديات والمؤامرات. من جهة أخرى، لقيت زيارة زعيم حركة حماس إسماعيل هنية لبيروت والمخيمات الفلسطينية فيها أصداء واسعة ومتناقضة، وخاصة بعد الاستقبال الجماهيري المهيب الذي حظي به هنية والوفد القيادي المرافق له في مخيم عين الحلوة الذي يعتبر تاريخيا المعقل الأهم لحركة فتح وفصائل منظمة التحرير. لمتابعة هذا الموضوع أستضيف معي هنا في الاستوديو السيد سامي أبو زهري، الدكتور سامي أبو زهري الناطق القيادي في حركة حماس، وكذلك سيكون معنا السيد هاني المصري رئيس مركز مسارات من رام الله والمحلل السياسي المعروف. لكن قبل أن نشرع في النقاش مع ضيوفنا، اسمحوا لنا أن نشاهد معا هذا التقرير. هنية في لبنان، زيارة مستمرة منذ الفاتح من يوليو الجاري في إطار اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية. فالتحديات التي تواجهها القضية خطيرة ومصيرية تستدعي وحدة الكل الفلسطيني. زيارات متعددة أجرها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في بداية بأهم المسؤولين والسياسيين في لبنان، حيث بحث مع جميع الأطراف سبل دعم القضية الفلسطينية في ظل موجة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك في ظل المشاريع الأمريكية والصهيونية السعية لنسف الحق الفلسطيني. وفي سياق زياراته المتعددة، أسالت زيارة هنية لمخيم عين الحلوة وما شهدتها من مشاهد وأجواء الكثير من الحبر، وأثارت الكثير من الجدل، خاصة في ظل ما حظي به من استقبال جماهيري كبير واحتفاء غير مسبوق. ففي الوقت الذي انتقد البعض الزيارة من أساسها شكلا ومضمونا واعتبروها تهديدا لسيادة لبنان وأمن اللبنانيين، رأى آخرون أن الزيارة توحي بعكس ذلك، مشيدين بالتنسيق الأمني العالي بين الجيش اللبناني وقوى الفصائل في المخيم لتأمين الزيارة من بدايتها إلى نهايتها دون حدوث أي خلل أو توتر. وعلى المستوى الشعبي، فإن فرحة أهل المخيم لم تكن لهنية فحسب، بل بزيارة أحد أبرز المسؤولين والقادة الفلسطينيين إلى المخيم والتي لم يشهدوا مثلها منذ عقود. وبين المعترض على زيارة هنية وجولته في لبنان والموافق عليها، تبقى القضية الفلسطينية محتاجة وبشدة إلى تحركات دولية جريئة وفعالة لإيقاف قطار التطبيع وشرعنة الاحتلال، وذلك يستدعي وحدة الصف الفلسطيني بعيدا عن الخلافات السياسية الحزبية التي وقفت حائلا في كل مرة دون إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني. وإحنا واجهنا الحصار الظالم في قطاع غزة المستمر إلى 14 سنة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أهلا بك دكتور سامي. دكتور سامي، لا شك أن عقد اللقاء بعد لقاء الأمناء العامين بعد 9 سنوات من انتظاره أو مدة طويلة من انتظاره أمر إيجابي، ولكن بالنسبة للفلسطينيين العبرة في التطبيق العملي لمخرجات هذا اللقاء. السؤال هو، هل يختلف الأمر هذه المرة وبالتالي سيتم تطبيق هذه القرارات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لقاء الأمناء العامين الذي انعقد في رام الله وبيروت
وخطوة مهمة في الاتجاه الصحيح. ما الذي ميز هذا الاتفاق وهذا اللقاء عن سابقيه هو أن القضية الفلسطينية تتعرض لتحديات خطيرة وغير مسبوقة. اليوم مواجهة هذه التحديات باستمرار انقسام أو مزيد انقسام لم يعد أمرا ممكنا. اليوم لولا هذه الوحدة التي نعيشها فلسطينيا لكان بالإمكان أن تمضي الإمارات إلى ما هو أبعد من ذلك، وأن تهرول دولا عربية أخرى خلف المسار الإماراتي. ولذلك قيمة هذا المؤتمر وهذا اللقاء الفلسطيني على مستوى القيادة الأولى في الفصائل الفلسطينية ومهم لاستعادة الوحدة الوطنية، ومهم لإرسال رسالة بأن الشعب الفلسطيني بأجمعه يرفض عملية الهرولة من بعض الأطراف العربية نحو الاحتلال الإسرائيلي، وهذا يشكل قطعة للطريق أمام هذه الهرولة أو مزيد من الهرولة. ولذلك هناك نتائج تحققت عملياً بمجرد عقد هذا اللقاء من خلال هذه الرسالة الجازمة والقاطعة لهذه الأطراف العربية. لكن الاجتماع لم يكن فقط لمواجهة الهرولة العربية بالتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، والسؤال هو كيف ستؤثر نتائج هذا اللقاء أو هذا المؤتمر لقيادة الفصائل الفلسطينية في حال تطبيقها إيجابياً على القضية الفلسطينية، سواء على المدى القصير أو على المدى والمستوى الاستراتيجي؟ يعني أهداف هذا اللقاء هي متعددة، وبالدرجة الأولى محاولة مواجهة عملية التطبيع والاتفاق، تحديد الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي. أيضا على الصعيد الفلسطيني الداخلي نحن بحاجة إلى إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وتحقيق المشاركة الشراكة الفلسطينية، وطمأنة المواطن الفلسطيني بأن هناك أمل كبير وإرادة جادة لدى كل الأطراف الفلسطينية، خاصة حركتي حماس وفتح، استعادة الوحدة الوطنية. ولذلك الخطوات التي تم الاتفاق عليها، وهناك حرص من كل الفصائل وتحديدا حماس وفتح لترجمة ما اتفق عليه، تحديدا فيما يتعلق بالمصالحة وموضوع المنظمة وموضوع تشكيل قيادة فلسطينية ميدانية لإدارة المواجهة الشعبية مع الاحتلال الإسرائيلي. هذه الخطوات، وأنا سأؤكد أن هناك اتصالات مستمرة بين قيادتي الحركتين لبلورت و ترجمت ما اتفق عليه بهذا الشأن، هذا سيضفي نوع من الأريحية في الشارع الفلسطيني. أستطيع أن أقول أن هناك جدية غير مسبوقة، هناك رغبة من كلا الطرفين لترجمة ما حدث، وإن شاء الله هذا الاتفاق يرى النور في أقرب وقت. طيب اسمح لي نشرك معنا الأستاذ هاني المصري، رئيس مركز مسارات في رام الله والمحلل السياسي. أستاذ هاني أهلا وسهلا بك معنا. أهلا بك يا هلا. أستاذ هاني، هل اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بمشاركة حماس والجهاد الإسلامي في تقديرك خطوة تكتيكية بين يعني من حركة حماس وحركة فتح لأسباب خاصة بالحركتين، أم هو فعلا خطوة استراتيجية يعني سيكون لها ما بعدها، وأنها تركز على القواسم المشتركة بين الفلسطينيين وعلى المصير الواحد للفصائل جميعها وعلى المشروع الوطني التحرري الذي يحلم به الجميع؟ الجواب على هذا السؤال بحاجة إلى انتظار 5 أسابيع، وهي الفترة التي حددت في البيان الصادر عن الاجتماع لتنفيذ القرارات التي اتخذت بخصوص بلورة استراتيجية ووضع خطة لإنهاء الانقسام وقيادة للمقاومة الشعبية. التجربة الماضية لا تشجع. الظروف الجديدة والمخاطر التي تهدد الفلسطينيين جميعا تشجع، ولكن القول النهائي يتوقف على كيفية التصرف بعد ذلك. حتى الآن لا نستطيع أن نغرق بالتفاؤل، لأن التوقعات الكبيرة تؤدي إلى خيبات كبيرة، خاصة أننا أضعنا يعني فرصة كبيرة. الاجتماع كان يمكن أن يكون خطوة ملموسة إلى الأمام، مثلا من المهرجان الخطابي كان يمكن أن يكون هناك اجتماع مغلق للبحث في القضايا المثارة والتوصل إلى خطوات ملموسة ووضع خطة عملية. هل لدينا وقت لكي نشكل لجان حتى تبحث عدة أسابيع، وكان حتى الفترة الأولى المحددة حتى نهاية العام
ليس لدينا برف الوقت حتى نضيع المزيد من الوقت. طيب. خاصة أن الكثير من القضايا أشبعت بحثا وهناك وضوح فيها، وهناك بعض القضايا الخلافية يجب التركيز على الحوار حولها حتى يتم التوصل إلى اتفاق بصددها. طيب سيد هاني، يعني هل على الأقل يعني يقال طبعا أن تأتي متأخر خير من أن لا تأتي، وهذا يعني شيء إيجابي أن يرى الفلسطينيون قيادة الفصائل مجتمعة وأنها تتفق على يعني مسائل أساسية وعلى اللجان أساسية، لكن فكرة تشكيل اللجان في الثقافة والتجربة الفلسطينية يعني سيئة، تعني هل 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 تشكيل لجان يعني أن هذه المخرجات لن تتحقق لا سمح الله؟ اللجان بالتاريخ الفلسطيني خاصة منذ الانقسام تعني وصفة لإضاعة القضية، عندما تشكل لجنة يعني ضاعت القضية. هذه المرة سننتظر لنرى، نأمل أن تكون النتائج مختلفة لأننا نريد تقدم إلى الأمام، لا أحد من الفلسطينيين من الوطنيين يريد أن تفشل المبادرة الأخيرة، لأن المخاطر الآن على القضية الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني وعلى الأرض الفلسطينية وعلى الحقوق الفلسطينية أكبر، وبالتالي بحاجة إلى خطوات ملموسة. يعني بصراحة يعني أنا أدفع وآمل أن يكون هناك اتفاق على برنامج سياسي، على أسس الشراكة، على تشكيل الحكومة الواحدة. لاحظ أنه لم يتطرق البيان إلى مسألة الحكومة، مع أنها هي في أهم القضايا التي يجب الاتفاق عليها، لأن هناك انقسام. بدون إنهاء الانقسام لا معنى للحديث عن خطوات إلى الأمام. يعني التصرف وكأن الانقسام غير موجود، أعتقد أنه تصرف يتجاهل الواقع ويتجاهل أن الانقسام يستنزف القوات والقوى الفلسطينية. الوحدة ممكنة لأن المخاطر تهدد الجميع، والقواسم المشتركة كبيرة وأكبر من الخلافات الكبيرة التي لا تزال موجودة وستبقى موجودة، ولكننا يجب أن نعمل على أساس ما نتفق عليه وهو كثير. طيب أرجو أن تبقى معي أستاذ هاني. أعود إلى السيد سامي أبو زهري. سيد سامي، البعض يقول إنه قراءة الخطابات التي ألقيت في الاجتماع والذي أسماه هاني بالمهرجان تشير إنه الفجوة بين الفصائل ما زالت يعني ليست هينة، ما زالت كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالبرامج السياسية وأيضا بالموقف من إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية. هل توافق على أنها فعلا ما زالت الفجوة كبيرة، وهل أم أن الاجتماع قلص المسافة بين الفصائل وبالذات بين حركتكم وحركة فتح؟ نحن نتحدث عن حالة انقسام على مدار ما يزيد عن 13 عاما. هذا بحاجة إلى جهد كبير لتجاوز هذه الحالة، ولذلك المؤتمر الذي شارك فيه جميع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بلا شك جسر جزءا كبيرا من هذه الفجوة. المسألة لم تكن مسألة خطابات كما يعني رأى البعض، وإنما هناك اتصالات مباشرة ثنائية بين حماس وفتح لترجمة متفق عليه. المسألة لم تكن فقط مسألة خطابات، الخطابات كانت تمثل رسالة سياسية مهمة لكل الأطراف ذات الصلة بأن الشعب الفلسطيني موحد ضد كل مؤامرات ضد القضية الفلسطينية، وأن محاولة الرهان على الانقسام لتمرير مؤامرات سواء من الإمارات أو غيرها غير ممكن. ذلك رسالة سياسية مهمة وحققت يعني أهمية كبيرة جدا. أما ما يتعلق بالجانب العملي متعلق بمواجهة خطة الضم وموضوع الحكومة وغيره، هذا هناك اتصالات عملية قائمة ولم تنقطع، وإن شاء الله أملنا أن تثمر. من الملفات الرئيسية والمهمة جدا في الخلاف بينكم وبين حركة فتح دكتور سامي هو ملف منظمة التحرير، يعني يعتبر ملفا جوهريا في الصراع أو في الخلاف الداخلي. هل ترى الآن بعد هذا الاجتماع أن هناك فرصة حقيقية لتجاوز المشاكل العالقة بشأن إعادة بناء منظمة التحرير؟ نحن نذهب إلى الاتصالات والتفاهمات مع أخواننا في حركة فتح بصدر وبقلب مفتوح بهدف التوصل إلى تفاهمات تجنبنا كل حالة الانقسام السابقة. لكن أقول لا يعني ذلك أن نبقى في المربع الأول من الانقسام أو أنه يجب أن نحقق 100% من الأمور المطلوبة. ما تحقق في رام الله وبيروت هو خطوة مهمة كرسالة سياسية،
أي شيء يمكن أن نراكمه وشيء مهم، بمعنى إذا عجزنا أن نحقق شيء مما نريده هذا لا يعني أن نبقى في مربع الصفر، ولا يعني أننا فشلنا، معني أن ننجز ما نستطيع أن ننجزه وأن نستمر في محاولاتنا لترجمة ما اتفق عليه من تفاهم. طيب بناء أيضا على نتائج الاجتماع وبالذات فيما يتعلق بموضوع المنظمة، يعني هل أنتم متفائلون أن هذه الخطوة أي دخول حماس والجهاد الإسلامي إلى المنظمة باتت أقرب من أي وقت مضى؟ نحن حريصون على تسوية موضوع المنظمة وإعادة بنائها بالذات بعد الاتفاق الأخير في لقاء رام الله بيروت، ولكن أنا أقول أن الأولوية لنا كشعب فلسطيني وكفصائل فلسطينية هو حماية القضية الوطنية، الأولوية هي كذلك، ويجب أن نوحد جهدنا الوطني لإنقاذ الأرض الفلسطينية والقضية الفلسطينية من المؤامرات التي تتعرض لها، مع استمرارنا في بحث نقاط الاختلاف سواء ما يتعلق مسألة الحكومة والمصالحة أو ما يتعلق موضوع منظمة التحرير. يعني وأنت تتحدث عن المنظمة، الخمس أسابيع التي أعطاها القادة الفلسطينيون لأنفسهم مهلة لتقديم شيء لاعتماده في المجلس المركزي، ألا يشكل هذا إمكانية إفشال لكل هذا الجهد، أم أن حركة حماس تقبل بمرجعية المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية وبغض النظر عن القرار ستلتزم بما يخرج عن المجلس؟ عمليا هناك تفاهمات ثنائية، اتصالات ثنائية، ولن يرفع شيء للمجلس المركزي بخصوص هذه القضايا دون أن يكون هناك توافق ثنائي بين حركتي حماس وفتح على هذا الموضوع. إذن اسمح لي أرجع للسيد هاني المصري، وخاصة أنك أثرت هذه النقطة سيد هاني وقلت أنها قد تكون نقطة تفجير للإيجابيات التي وصل إليها المجتمعون، قصة المجلس المركزي لمنظمة التحرير كمرجعية لمخرجات اللجان الثلاث. إذن سامي أبو زهري يؤكد أنه لن يعرض على المجلس المركزي أي شيء لا يتم الاتفاق عليه الثنائي بين حركتي فتح وحماس، ما تعليقك على ذلك؟ وأيضا أريد أن أسألك عن إيش أهم المعوقات من وجهة نظرك التي قد تحول دون استعادة الوحدة حتى مع رؤيتنا لهذا الاجتماع للفصائل؟ أولا المجلس المركزي الذي سترفع التوصيات إليه هو بحد ذاته محل خلاف، فهناك يعني فصائل حتى من فصائل المنظمة قاطعت أعمال المجلس الوطني والمجلس المركزي، وهناك فصائل مثل حركة حماس والجهاد الإسلامي أصلا ليست عضوة في هذا المجلس، بالتالي لا يمكن تجاهل هذه الحقيقة. يعني رفعت أشياء متفق عليها أو لا، نفس المجلس فيه خلاف عليه، ويجب وضع هذا الموضوع على طاولة الحوار حتى يتم الاتفاق عليه. تجاهل القضايا الأساسية وتركيز على قضايا أقل أهمية وأقل أساسية هو وصل للفشل كما لاحظنا في الاتفاقات السابقة، لأنه دائما قضايا الخلافية تؤجل ونراها أمامنا بشكل أكبر وتؤدي إلى انهيار التجارب والمبادرات الوحدوية. هذا أولا. ثانيا هناك خلافات، يعني مثلا حول المفاوضات والمقاومة يمكن تسجيلها، ولكن تجاهلها لا يؤدي إلى تسجيلها، هذا كان واضح بالكلمات التي أتليت في اجتماع يعني رام الله وبيروت. هناك من يركز على المقاومة السلمية فقط، وهناك من يطالب بكل أشكال المقاومة، وهناك من يريد العودة إلى المفاوضات ولكن يرفض احتكار الولايات المتحدة للعملية التفاوضية. هل هذا يكفي؟ يجب أن يكون هناك اتفاق على المرجعية التي ستحكم أي مفاوضات. بدون مرجعية المفاوضات تستخدم للتغطية على فرض الحقائق الاحتلالية على الأرض وتؤدي إلى نتائج سيئة للغاية. أيضا هناك جماعات الانقسام التي لها مصلحة باستمرار الانقسام وهي عقبة كبيرة، لا يمكن أن نتصرف مثل النعامة ونتجاهلها. هنا وهناك هناك فئات وأفراد استفادوا من الانقسام، مناصب ومراكز ومصالح ونفوذ، وبالتالي يجب أن يكون هناك مجموعات وعمل وضغط لموازاة والتغلب على يعني التأثير الذي تؤثر عليه هذه الجماعات. أيضا أخيرا هناك الرهان على الانتخابات الأمريكية وعلى نجاح بايدن،
صحيح أن بايدن أقل سوءا من ترامب، ولكن بايدن يعني بعيد جدا عن الحد الأدنى الفلسطيني، وهو يريد استئناف العملية السياسية، وبالتالي يجب أن نراهن على أنفسنا وعلى قوانا حتى وصلت. نستطيع أن نؤثر على بايدن، وحتى نستطيع أن نمنع أي تأثيرات ضارة من بايدن أو من ترامب. أشكرك هاني الأستاذ هاني، وصلت الفكرة، أرجو المعذرة الوقت يداهمني. أستاذ هاني المصري رئيس مركز مصادرات والمحل السياسي من رام الله، أشكرك شكرا جزيلا. فيما تبقى من وقت قصير سيد سامي، ما الذي يرتبه لقاء الأمناء العامين والمخرجات التي خرجت عنه وهي إيجابية بشكل أساسي على حركة حماس؟ يعني ما هو الدور الذي ستلعبه حركة حماس حتى لا يقع الناس أي الفلسطينيين وحتى الأمة التي تحب الفلسطينيين والقضية الفلسطينية يقعوا في الإحباط مرة أخرى؟ أعتقد أن نحن أمام احتمالية لحالة إحباط، لأنه كما أشرت البديل عما حدث هو استمرار الانقسام. لو استمر الانقسام لكان بإمكان ليس الإمارات وإنما غير الإمارات أن تذهب إلى أبعد مما هو قائم الآن. لذلك أعتقد أنه في شيء تحقق، شيء مهم، وهو رسالة الشعب الفلسطيني أننا نتمسك بحقنا ونرفض أي تلاعب بأحشاء الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. هذا شيء تحقق، نطمئن أمتنا أنه الفصائل الفلسطينية مجمعة، الشعب الفلسطيني مجمع على حماية قضيته ورفض كل مؤامرات التطبيع التي تتعرض لها القضية. طيب، بعجالة فيما يتعلق بزيارة السيد إسماعيل هنية إلى لبنان وإلى مخيمات اللاجئين، فأريد أن أعرف منك باختصار أهمية الزيارة بالنسبة لكم، بالنسبة للقضية الفلسطينية، ما هي دلالات الاستقبال المهيب لإسماعيل هنية في مخيم عين الحلوة؟ والأهم من كل ذلك، كيف تنظرون إلى قلق بعض الأطراف سواء الفلسطينية أو اللبنانية من هذه الزيارة وما ظهر فيها؟ زيارة الأستاذ إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس للمخيمات الفلسطينية هي شيء طبيعي، وهي تتعلق أساساً بموضوع اللاجئ الفلسطيني، موضوع حق العودة، موضوع إحياء هذه القضية، قضية اللاجئ الفلسطيني. اللاجئ الفلسطيني في المخيمات اللبنانية على سبيل المثال يعيش حالة من الإحباط، وهو يشعر أنه غير لا يوجد اهتمام كافي به. لذلك زيارة قائد بمستوى إسماعيل هنية لهذه المخيمات أعاد الأمل للاجئ الفلسطيني، أعاد الوهج لقضية اللاجئين الفلسطينيين والحق العودة. هذه الزيارة هي زيارة طبيعية وزيارة تاريخية، بسبب في ظل هذه الحفاوة الكبيرة بعض الزوبعة التي أثيرت على الزيارة من بعض الأطراف، نحن لا نتوقف عند ذلك، لأنه هذه الزيارة ليست على حساب أي زيارة أخرى. بإمكان الجميع أن يزور المخيمات كما شاء، ولا يستطيع أحد أن يمنع أهلنا في المخيمات كيف يستقبلوا هذا المسؤول أو ذاك. هذه الزيارة ليست موجهة لأي طرف فلسطيني أو أي طرف لبناني، الكلمات كانت واضحة ودقيقة في ذلك. فيما يتعلق بالقلق اللبناني أو بعض الأوساط والأطراف اللبنانية، ماذا تقولون لهم في هذه المناسبة؟ هناك قلق مصطنع تقف خلف حول الشخصيات، عدد من الشخصيات اللبنانية. أما الزيارة فهي زيارة جاءت من البوابة الرسمية، وجدول كل زيارات تجزم عن هنية تطلع عليه الجهات الرسمية والأمنية، وليس هناك شيء استثنائي وغريب في هذه الزيارة. أشكرك سامي أبو زهري القيادي في حركة حماس، و كل الشكر لضيوفنا الذين شاركونا الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة، وأيضا الشكر موصول لكم مشاهدينا الأعزاء على حسن المتابعة، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة. هذا زاهر بيراوي، يستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.